عامل ايه بهذا الحكم القضائي و2 مليون جنيه تعويض؟ والله يا دكتور ياسر، احمد كويس. بالنسبه لموضوع احمد فتحي ده، احمد كان وقع عقد اعلانات للشركه الراعيه اللي هي موجوده في النادي الاهلي، وكانت دي عن طريق وكيل الشركه الراعيه، وكان قيمه العقد تقريبا قليله، تقريبا حوالي 245 الف جنيه، وما كانتش تضاهي ابدا ان يتحكم على احمد ب 2 مليون جنيه، لان طبعا حضرتك عارف ان قيمه الفلوس اللي اتدفعت لاحمد كان في شرط جزائي في الاخر، واحنا حاولنا ان احنا نشوف الموضوع ده الفتره اللي فاتت، ولكن ده حكم درجه اولى. حضرتك عارف ان حكم درجه اولى في اي حته في العالم مش في مصر بس ما بيبقاش هو الاساس، لسه في استئناف ولسه في حاجات كتير جدا، فان شاء الله الامور تبقى كويسه. يعني الموضوع ان شاء الله، يعني هل جرت محاولات أستاذ حازم لحل هذه المشكلة وديا ولا المسألة قضائيا فقط يعني؟ والله انا اتكلمت مع احمد سويلم، انا بتربطني باحمد علاقة كويسة رغم ان هو موجود في الشركة الراعية وانا ممكن اكون موجود في الشركة منافسة، ولكن انا اتكلمت معاه واحمد كان مصر على موقفه انه كان عايز احمد يلتزم بالتعويض اللي هو كان موجود، وما وصلناش لحل. فالقضية دي عبارة عن حكم درجة أولى، ده حكم عادي جدا. وكابتن أحمد فتحي استأنف هذا الحكم. الحكم استأنف وإن شاء الله هيبقى خير ومفيش مشكلة، إن شاء الله الأمور تتضبط إن شاء الله. وأحمد عنده المحامي بتاعه اللي جابه له النادي الأهلي الأستاذ هشام عبد ربه، وده محامي كويس جدا. طب ممكن تخليك معايا أستاذ حازم عشان محتاجينك في أسئلة أخرى، ولكن معايا أيضا على التليفون الأستاذ هشام عبد ربه محامي كابتن أحمد فتحي. أستاذ هشام، ازيك يا دكتور ياسر؟ أهلا وسهلا أستاذ هشام، حضرتك ربنا يخليك. وأعتقد إن أنت بقيت محامي متخصص في قضايا لاعبي الأهلي، وكانت قضية الشهيرة الأولى لك في هذا المجال يعني مع لعيبة النادي الأهلي كانت قضية جده، وحضرتك طبعا كسبتها. النادي الأهلي بيتي وكل الأفراد النادي الأهلي سواء إداريين أو مجلس إدارة أو لعيبة كلهم إخواتي، وتربطني بيهم صداقة من 2010 من ساعة موضوع محمد نجي جده. والناس الحقيقه لما النادي الاهلي فيه ميزه، لما بيثق في حد بيوليه اهتمامه وبيديله كل الثقه، وانا طبعا بشرف ان النادي الاهلي بيثق في هشام عبد ربه، المجموعه الاداريين او مجلس اداره او لعيبه. هو الموضوع باختصار شديد، ايوه استاذ هشام، ان الكابتن سيد عبد الحفيظ من حوالي 3 اسابيع كده قال لي على الموضوع دوت، وجاب كابتن احمد فتحي، وقعدنا اجتماع ثلاثي وقال على القضيه. قلت له لا، القضيه ديت حاجه غريبه جدا، ان 245 الف جنيه قيمه عقد اتفاقي يتم الحكم فيها بتعويض قدره 2 مليون جنيه، لا يتناسب التعويض مع قيمه الفلوس اللي خدها الكابتن احمد فتحي. يعني ده اللي هو هيبقى الدفاع حضرتك على احنا انا اوريدي خلاص حطيت الاستئناف اول امبارح، وضعت صحيفه الاستئناف، لان انت عارف الاستئناف 40 يوم والحكم كان يوم 30 مايو 4 30 4 30 4 30 4 اخر ميعاد يوم 8/6. انا اودعت الاستئناف اول امبارح، وكان في اتصال بيني وبين الكابتن سيد عبد الحفيظ، هو متابع للموضوع دوت، كان في اتصال امبارح بالليل وبلغته. وطبعا انا مش شأني مع اللعيبه كلها، هو بيديني الموضوع ومالوش دعوه باي حاجه خالص. يعني كابتن احمد فتحي مش قلقان دلوقتي؟ لا خلاص بقى، هو بيديني الموضوع وهو بقى بيشوف